تجميد الترقية في الوظيفة العمومية الذي تم إقراره سنة 2014، يعني التجميد أقر في سنة 2014 ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة آنذاك لتعزيز التوازنات المالية للدولة، أنه قد تم رفعه نهائياً. هذا التجميد تم رفعه نهائياً بناء على تعليمات سامية من السيد رئيس الجمهورية، حيث سيستفيد أزيد من 280 ألف موظف من قرار رفع التجميد عن الترقية. يعني والله نعتذر لهم عن هذا الإجحاف، يعني أكثر من 10 سنوات يعني موظف مسكين يعني من غير ترقية، والله يعني هذا إجحاف، وأقولها يعني الحمد لله رفع هذا الباطل، وإن شاء الله سوف يستفيدون كلهم من الترقية، حيث سيستفيد أكثر من 280 ألف موظف من قرار رفع التجميد عن الترقية ممن يستوفون شرط الأقدمية بأثر مالي إجمالي للعملية قدره 29 مليار و600 مليون دينار جزائري، غير أنه ولاستدراك التأخر المسجل قرابة تسع سنوات وبالنظر للعدد الهائل للموظفين المعنيين تقرر تجسيد عمليات الترقية تدريجيا على مدى سنوات 23، 24 و25 بمعدل 100 ألف ترقية في السنة.